حدثونا أختي الكريمة عن قصة تشيعكم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وتسننكم بالسنة الصحيحة. بالنسبة إلى سبب تشيعي ومعرفتي للحقيقة، أني منذ 6 أشهر تقريبا أرسلت لزوجي منشورا لصديقة لي على الفيسبوك، وهي شيعية، وقد جاء فيه كلام عجيب لم أسمع مثله من قبل عن الحسين عليه السلام، وأحسست فيه مغالاة أو منحا من الشرك. شرحه لي، لكن زوجي شرحه لي وأوضح لي معنى تلك الكلمات من خلال أحاديث صحيحة لدينا، مثل حسين مني وأنا من حسين، والحديث المتواتر الذي فيه الاستنساخ بالعترة وليس السنة كما ينقلون لنا شيوخنا. ومن ساعتها بدأنا نبحث معا، وقد صدمت بشدة في البداية، وعسر علي تصديق حقائق تقلب ديني رأسا على عقب وتجعله خطأ في خطأ، ثم آخر الأمر شرح الله صدري بنور الحقيقة، وكل الفضل في ذلك يعود للشيخ ياسر الحبيب الذي تعرفت عليه وعلى محاضراته وقناته من خلال مقطع مقتطف له يقول فيه: يجب أن نحطم أصنامهم مع عائشة وأبو بكر وعمر. فأنا أبديت استنكارا شديدا لهذه الكلمات التي صدمتني ورأيتها كفرية، وقلت: ما أجرأ هذا الرجل على الله؟ فسألت زوجي من يكون الرجل، فقال لي: هذا يدعى ياسر الحبيب، وهو من غلاة الشيعة، بل هو متشدد جدا، دعينا منه ولنبحث عن المعتدلين. إلا أن الفضول دفعني وقررت أن أستمع لك لأعرف دواعي قولك وشجاعتك في التصريح به، وإذ بي أفتح لك المقطع تلو الآخر والمحاضرة تلو الأخرى والعديد من السلاسل، مثل أهل السنة أم أهل الخدعة، كيف زيف الإسلام، الليالي العلوية، المحتفظة، وكذوب عدالة الصحابة وغيرها، وخاصة الإجابات عن إشكالات المتصلين البكريين من أهل السنة، حيث أني عندما أستمع لأسئلتهم التي يراودني مثلها أحيانا أقول: هذا المتصل وضع الشيخ في مأزق، يا ترى كيف سيخرج منه؟ وأظل أترقب إجابتك، وإذ بك تفحم المستمع بل تسفه الطرح والإشكال من أصله وتبدي سخافته بكل سهولة وثقة. فأخبرت زوجي الذي حذرني منك في البداية بأنني لم أجدك متشددا، وإنما أنك الوحيد الذي جسر على قول الحق، فصار هو بدوره يتابعك كثيرا واكتشف أنك جدير بالاتباع وكلامك حق، وقال لي بأنك الوحيد الذي أقنعه وأجاب عن كل تساؤلاته والإشكالات التي تجول بخاطره، والحمد لله وقد سبقني وتشيع على يدك في الأسبوع الفارط. الحمد لله لقد وجدنا ضالتنا عند شيخ ياسر الحبيب وتشيعنا للحق. أريد إن سمح لي السيد علي أن أحكي لك من طرفة. نعم تفضل أختي الكريمة. أنا عائلتي كلها على المذهب البكري، وقد كنت أضع قناة صوت العتر على التلفاز دائما، فوبختني أمي واستنكرت علي قائلة: ما هذه القناة، كلها لعن وشيعة، هل تريدين أن تدخلين النار؟ وإذ بي ذات مرة وجدتها تتابعك ومنصتة لحديثك فتعجبت، فقالت لي: هذا الرجل، أي تقصد الشيخ ياسر الحبيب، له نور في وجهه وحسن سمت، وهو دائم الابتسامة والهدوء، مما جعلني أحب الاستماع إليه، على عكس شيوخنا فهم مقيفون ودائما يصرخون ويزمجرون. فلما رأيت أنها وجدت فيك الوقار ومنها القبول، أردت أن أفاتحها ببعض الحقيقة، ولم أجد خيرا من موضوع عائشة وأذيتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وما أحدثته بعده، فقبلت وصارحتني أنها من قبل لا ترتاح لهذه المرأة، وأردفت أن الله حرمها الذرية من رسول الله تصديقا لما حدثتها عن سوء أدبها وجرأتها. فأمي الآن اقتنعت بالبراءة من عائشة. فدعونا يا شيخ فقالوا أن أبا بكر خليفة رسول الله وأكبوه الشرعية بغير حق، زعموا كذبا أنه الصديق والخليل والصاحب المقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأحببناه لما قالوا، في حين أن بيعته كانت فلتة تقمصها والرسول لم يدفن بعد، وأن الصديق الأكبر إنما هو علي عليه السلام، من وصى الرسول بالاستمساك به وجعل حبه إيمانا وبغضه نفاقا والحق يدور معه حيث دار. خدعونا أيضا بعمر ابن سهاب حتى قدسناه وجعلناه آية العدل وفاروق الأمة، إرهابي مجرم تجرأ على رسول الله وقال يهجر ورد عليه، وتجرأ على بضعته سيدة نساء الجنة عليها السلام وهددها بالحرب، لعنهم الله جميعا من أول ظالم لرسول الله وآل بيته إلى آخر واحد فيهم. في ختام أعتذر عن الإطالة، وأريد أن أقول للشيخ الحبيب
شكرا لأنك فضحتهم وكشفت لنا خديعتهم وضلالهم، وكلمة حق لا ينكرها منصف استمع إليك، أنك رجل لا يتكرر، حكيم وفطن ومتمكن وملقن الحجة وسريع البديهة ما شاء الله، وكلامك لا يرفضه العاقل وسليم الفطرة. جزاك الله خيرا لشجاعتك في الذب عن أهل البيت المغدور بهم صلوات الله عليهم، وأقول لك لا تتعب نفسك كثيرا في أناس يحكمون هواهم ولا يعملون عقولهم، أناس سفهت عقولها، ولو نزل لهم جبريل عليه السلام لكذبوه وقالوا إن الصحابة عدول أجمعين أجمعين أبصعين أم على قلوب أقفالها. وشكرا لكم. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. نعم بارك الله بكم أختي الكريمة، وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة. أترككم مع سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية. تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم ونصركم على عبادكم شيخنا الفاضل. جزاكم الله خير الجزاء، كلماتكم الطيبة أثلجت صدورنا جدا ونمت عن وعي عظيم ورقي في الفكر وحسن في الاستدلال كذلك. هنيئا لكم وهنيئا لزوجكم الكريم ولوالدتكم المكرمة، وأسأل الله تعالى يكثر من أمثالكم في شعب تونس العزيز. أمين اللهم أمين. على بركة الله تعالى، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم، صلوات الله عليه، أبرأ إلى الله، أبرأ إلى الله، من أبي بكر وعمر وعثمان، من أبي بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله، وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان، وعائشة وحفصة، وعائشة وحفصة، في النار، في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآله. هنيئا لك أختنا الكريمة، تصحيحك إسلامك وركوبك سفينة النجاة. أسأل الله تعالى يحشرك وذويك مع محمد وآله عليهم الصلاة والسلام، وأن تكونوا من مرافقيهم في الجنة إن شاء الله. آمين. اللهم آمين.